تطويرا لعمل إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة والتواصل مع المؤسسات العلمية ذات الخبرة والكفاءة. فقد عقد في جامعة بنغازي اجتماعا ضم مدير إدارة التوجيه المعنوي وأمير المركز الإعلامي بالإدارة مع عميد جامعة بنغازي ومكتب الشؤون الإعلامية بالجامعة، وذلك لاستكمال إتمام إجراءات التعاون وما تم الاتفاق عليه فيما يخص البرامج في مختلف المجالات. زي ما هو معروف طبعا الجامعة هي بيئة خبرة ضروري تتواصل معها كافة مؤسسات المجتمع، خصوصا جامعة زي جامعة بنغازي تملك من القدرات العلمية وفيها زخم كبير من الشباب. سيد القائد العام دائما يوصي بالاهتمام بالشباب وبالجبهة الداخلية ليوضح الصورة الحقيقية للإرهاب للعالم، كيف استهدف هذه المؤسسة، كيف عمل على القضاء عليها، كيف تعامل معها، كيف جعلها أحد الأماكن التي يتمركز فيها وعاد فيها فسادا، رغم أن كل ما قام به لم يكن له داعي إلا الانتقام وإيضاح الصورة الحقيقية البشعة. واللي أكثر من كثير الصحفيين العالميين اللي يجوا أكدوا أن هناك تشابه بين ما حصل في هذه الجامعة وما حصل في جامعات أخرى تعرضت للإرهاب في مواقع في العالم، تعرضت لإرهاب داعش ولهذه التنظيمات الإرهابية. ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي الاجتماعي ومواجهة الحملات المغرضة على المجتمع والجبهة الداخلية التي تمثلها شريحة الشباب والتي تحظى باهتمام القائد العام الذي يؤكد على أهمية دورهم في مواجهة الأخطار المحدقة بالوطن. توقيع اتفاق ما بين إدارة التوجيه المعنوي المؤسسة العسكرية وجامعة بنغازي لإعداد فيلم وثائقي خاص بالجرائم التي ارتكبت في جامعة بنغازي من خلال المادة المتوفرة لدى إدارة التوجيه المعنوي. وتأتي هذه الخطوة ضمن تعليمات القائد العام في ضرورة الاستفادة من المؤسسات العلمية ذات الخبرة في مختلف التخصصات والتي لها علاقة بالقوات المسلحة والتي تساهم في بناء القوات المسلحة ودعمها ورفع قدراتها وتطويرها على مختلف المستويات.